السلام عليكم، شلونكم يا عب؟ اليوم راح اشوفكم شلون سويت هاي الطبله وشلون طعمت الوجه مالتها بخمس انواع من الخشب، شلون سويت هاي الرجلينات اللي هي تعتبر ضعيفه ان شاء الله تتحمل، اللي راح اقدمها هديه هي والاستاذ مال موبايل لاحد الفائزين بالمسابقه اللي راح اسويها بصفحتي. اذا تعجبك هاي السوالف والتفاصيل تابع الفيديو وياي. بسم الله نبدا الشغل. اول شيء جبت لي كم قطعه خشب من القصات اللي موجوده عندي وكلها اخشاب طبيعيه صلبه، صفطتها قدامي حتى اشوف شنو اكثر شيء مناسب للطبله اللي راح نسويها، واخذتها على منشار التشريح حتى أصفيها وأشرحها بالقياسات المطلوبة. طبعا أكو قسم من عندهم خشنات واضطريت أقصها بأكثر من جهة بمنشار التشريح حتى أصفيها لأنه ما عندي رندة ودبل. أول شي قصيت الشغلات الزايدة من الخشب مثل الصبغ وشغلات العوجة وبديت أشرحها بعرض 4 سنتيمات ونص، حتى قلت أشوف كم سر أسوي عندي حتى تصير عندي مثل المساطر وأطعمها. الأخشاب اللي استخدمتها خشب زان مثل ما تشوفوه هذا، وخشب سنديان، وخشب جوز نوعين، وخشب القلب الأرجواني هذا البنفسجي. ورا ما شرحتهم بالعرض المطلوب قربت الكشة ورفعت القرص حتى أقصها بالطول حتى أسويهن كلهن بسمك واحد، حتى لما أصفطها ما يحتاج أصفيها وأخذ من الوجه مالتها هواية. طبعا هالحركة تكون أسهل لو عندي دبل، قبل لا أشرحها وسويها قطع صغار كان ممكن أدخلها بالدبل يصير كلهن بثخن واحد، بس للأسف ما عندي دبل، وآخر مرة أخذت الخشب على النجار حتى يصفي لي إياها سقط لي الخشب، فقلت احسن طريقة اصفيها بيدي. هالشكل صارت كل القطع بنفس الثخن. جبت لي خشبة بلايوود سمك 18 مليم وبديت اصفط ذن القصات اللي سويتهن حتى اسوي فد نمط معين حتى يصير عندي شكل مال الطبلة، وبالنهاية طلع عندي هذا الشكل. وخرتهن على نفس التصفيط وخليتها على الميز وبديت اخلي الغرة على قطعة البلايوود اللي عندي حتى اصفطهن وحدة وحدة. طبعا نسيت اخلي السفرة على مود لا يتوسخ الميز مالتي بالغرة. بديت افرشها بهذه القطعة اللي يعني بايقها من المطبخ مالتنا، وفرشت الغرة على هاي الخشبة كليتها، وطبعا خليت ازيد من اللازم لان خليت بس على البلايوود ما خليت على الخشبة الثانية، وقمت اخلي شوية شوية وافرشها على الجوانب مال هذن الخشبات واكبسهن وحدة ويا الاخ، اخلي اثنين واثبتهن ويا القطعة البلايوود، واجيب قارصات واثبتها واجيب اثنين وراها وهم اكبسها لحد ما كملتهن كليتهن. تلاحظون اول شي اثبت القطعتين ويا الخشبة واجيب القطعتين الاخ اكبسها على الخشبات القبلها، وبعدين اثبتها ويا القطعة البلايوود. من اثبتها بالقطعة البلايوود بعد ما احتاج الفخات اللي كمشتهن وحدة ويا الاخ لانه تكون بعد ثبتت ويا القاعدة. ما اعرف اذا كانت هذه الطريقة هي الافضل، بس كانت سهلة بالنسبة لي انه اخلي قطعة البلايوود حتى اول شي تكون عدلة الطبلة تماما وبنفس الوقت تنطيها قوة، يعني لو خال بس ذني الخشبات نطبقهن وحدة بصف الأخ كان ممكن يصير عندي عواج، وكان ممكن الطبلة بمرور الوقت ممكن تعوج شوية، يعني هذا التصميم راح ينطيها ثباتية بمرور الوقت. ورا ما نشف الغرة شلت الفخات مالتي كليتها وخذتها على المنقنة وبالريبون بديت أشيل الغرة الزايد على كيفي شوي شوي لأنه ما ردت أخذ من السطح مال الخشب لأن أنا مسوي كليته مساوي. ورا ما صفيتها كليتها أخذتها على منشار التشريح حتى أقص الجوانب مالتها للقياسات النهائية. هاي اللقطة كلش ساتسفاينج، شلون دا يروح الغرة الزائد وشلون دا تنقص الطبلة بالقياس الأخير. وقعت لها دك تنعيم من المنعمة الدائرية، واستخدمت اول شي كغجام 80 بعدين 120، وراها رحت على بقالب زاوية 45 وجبت ترايش خشب سنديان حتى اسوي قبلمة. القياسات كنت اخذها واقع حال، جيب الخشبة واخليها على التختة مالتي، ليش اسميها تختة، على الطبلة مالتي واشر بالقلم واخذها على القالب واقص. وهالشكل سويت 4 قطع حتى تصير قبلمة. قبلمة هاي كلمة يمكن بالتركي معناها تقفيل، حتى نقفل الجوانب مال الطبلة. كبستها بالفخات وخليتها على صفحة حتى الغرة ينشف. وهسه صار الوقت انه نسوي الرجلينات مال الطبلة. شوية دخلت بالتصميم بعدين جبالي هاي السالفة انه اسوي رجلينات اثنين ومثل حرف اتش من فوق وحرف اتش من جوا، واحد يثبت بالطبلة وواحد بالقع حتى يكمش الطبلة. سويت ارتفاع الرجل 70 سنتيم باعتبار هذه كوفي تيبل حتى تصير قريبة على الشخص اللي يقعد. احسن مفصل اجى ببالي اسويه هو الفينجر جوينت او الاصابع. تنفيذ مالته كلش سهل بس لازم يكون دقيق كلش، لانه لو يصير راخي لو ما يقعد اصلا. يا اخي ايش قد مدى احاول اشرح هذا المفصل شلون نسويه بالفيديوهات مدى يرهم، يراد لي فد فلوج هالشكل هو خاص على الفينجر جوينت.
وأشرحها على كيفي وبالتفصيل، لأنه ما أعرف شلون أوصل الفكرة. فكرتها كلش سهلة وكلش بسيطة، إن شاء الله أرتب لكم إياها فيديو بسيط وسريع. طبعا أكيد بالبداية جربت على كم خشبة ما لها علاقة برجلينات مالتي وتأكدت من القياسات مالتي مضبوطة، يلا طلع عندي المفصل هيجي حلو. هسا نجي نسوي حرف الاتش. حرف الاتش هو عبارة عن خشبتين متصلة بخشبة ثالثة رابطتهن من النص، ففكرت افضل طريقة اسويها باللاب جوينت، انه اقص الخشبة اسوي بها حفرة للنص والخشبة الثانية تكون بها عكس هذيك الحفرة همنا للنص واربطهن سوي. يعني هذا المفصل مسوي له فيديو شارحة ناشرة على صفحتي بالفيسبوك والانستغرام. مرة ما أشرت العرض المطلوب عندي بديت أشيل الخشب الزايد وأفره من الجهة الثانية وهمن أشيل الخشب الزايد. وبالنسبة للخشبة اللي بالنص قعدت هاي الخشبة وأشرت عرضها وأشرت السنتر مالتها ويا السنتر مال الخشبة الثانية حتى أقدر أحفرها من النص بنفس العمق اللي حفرت بيه هاي الخشبة اللي قبلها. استخدمت هذه الخشبة اللي أثبتها على الكشاو حتى تصير عندي الخشبة أو الحفرة بالنص بالضبط. حفرت من جهة وبعدين قلبتها للخشبة وحفرت مرة ثانية، راح يصير عندي بالضبط العرض مال الخشبة اللي أنا رايدها. وبعدين بديت أشيل هذا الخشب الزايد اللي بالنص، راح يصير عندي تعشيق وحدة ويا اللخ مضبوط. هسه بديت أجمعهن، خليت غير على كل المفاصل وبديت أكبسهن سوية. الموضوع كان شوية صعب، شوية مو كلش، لأن بعض الخشبات كان ما إلها لزمة او ما اقدر اثبتها بطريقة عمودية الا استخدمت مثلثات جونية. يعني هذا حرف الاتش كان كلش سهل، بس هذني المفاصل الفينجر جوينت ثبتتهن وحدة ويا اللخ، لازم تكون الرجل عمودية على هذا حرف الاتش بالضبط، ولا الطبلة كلها تصير فاركة وعوجة. بالبداية استخدمت هذا القالب اللي هو المفروض يكمش الخشبة بزاوية 90، بس بعدين همزين شيكت وشفتها مو بزاوية 90، فاضطريت اخلي على كل مفصل مثلث جونيا حتى يضبط لي الزاوية 90 بين الرجل وبين القاعدة. الحمد لله بالنهاية انضبطت. عفتها لي ثاني يوم مرة ما نشف الغرة، فتحت القوالب مالتي والفخات والقطعة الثانية همينة، شلت الفخات من عندها كليتها ورجعت نعمتها لانه صار عندي شوية غرة زيادة بالحافات. وهم من نعمت هذه الخشبة اللي استخدمتها للقبلمة. وهنا سعودي جا قاعد قدام الكاميرا، دائما يوم الخميس لما يجون الاهل ويلتمون سعيد بن اختي يجي يصعد يمي للورشة، لان يحب هذا الشغل، هم مرات يساعدني بالتصوير ياخذ لي كم لقطة متحركة حلوة. اخذت على ميز الفريزة واستخدمت اصغر ضربة نص دائرية عندي اللي تسوي لي الحافة مدورة بدل ما حافة حادة، حتى هم الخشب لا يشعفر وهم تصير مريحة اذا احد ينتجي عليها ما تأذي اليد. وهسه صارت جاهزة انها اروح عليها الفينش. استخدمت مواد شركة رينر. اول شي استخدمت السيلر المائي او السيلر المائي الووتر بيزد سيلر، رشيتها وورا ما نشف نعمتها بكاغذ جام 320. تشوفون هذه الطبقة الطوز مثل الطحين، هذه تنعاف، وراها يرش طبقة واحدة من اللاكر المائي او الووتر بيزد لاكر وتكون الطبلة جاهزة. طبعا انا استخدمت طبقتين من اللاكر، هي بالتعليمات طبقة واحدة، بس اعتقد المسدس مالتي بمشكلة ما رش ليها بطريقة صحيحة، بس الحمد لله النتيجة بالنهاية كانت ممتازة. شكرا جزيلا لمشاهدتك الفيديو، اتمنى استفادت من عنده ولو بشي بسيط. اذا كان عندك اي ملاحظة او اقتراح تساعدني بتطوير المحتوى يا ريت تكتب لنا اياها بالتعليقات جوا. اشوفكم بالفيديو الجاي ان شاء الله، في امان الله.